في رؤيته للندن التي وصفها بأعظم مدينة في العالم، شدد العمدة بوريس جونسون على أهمية تطوير خدمة النقل نظرا لدورها في تنشيط النمو وإحياء ضواحي العاصمة. ومن أبرز مشروعات النقل توسيع طاقة استيعاب المترو ومد خط جديد إلى جنوب غرب المدينة وتدشين القطارات السريعة المعروفة بكروس ريل وإنشاء مطار جديد شرق لندن. أستطيع القول إنه من ناحية العمل والسكن والاستثمار وإحياء الروح لندن أعظم مدينة في العالم. لندن is the greatest city on earth. التعداد السكاني في لندن من المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، لذا تحتاج العاصمة إلى إنشاء 400 ألف وحدة سكنية وتأمين نصف مليون وظيفة على مدار السنوات العشر القادمة. كما يود جونسون جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الواعدة مثل الموانئ الشرقية، وشكر العمدة في الاستثمارات الخليجية التي جعلت من لندن على حد قوله جزءا من الشرق الأوسط. لندن تمثل فرصة رائعة للمستثمرين الدوليين، وأسعدني لقاء الكثيرين منهم أثناء زيارتي للخليج مؤخرا، حيث يعتبرون لندن مسكنهم الثاني ومكانا يودون أن يستثمروا فيه. وقيل لي عندما كنت في أبو ظبي أنني أصبحت بمثابة عمدة الإمارة الثامنة في دولة الإمارات. وانتقد بعض المسؤولين قلة التفاصيل في خطة جونسون والتوقيت المتأخر لإطلاقها. لماذا انتظرنا هذه المدة الطويلة لإطلاق الرؤية؟ العمدة انتخب عام 2008 ونحن الآن في عام 2013. اليوم قال إنه لن يرشح نفسه لفترة ثالثة بعد 3 سنوات. إذن لماذا استغرقت الرؤية كل هذا الوقت الطويل؟ بوريس جونسون يود أن تكون رؤيته للندن عام 2020 نقطة البداية لحوار مجتمعي حول مستقبل العاصمة، مع العلم أن ولايته تنتهي عام 2016، بمعنى أن مسؤولية تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع سوف تنتقل إلى من يحل محله. كارينا كامل، العربية، لندن.